هي علمتنا يعني ازاي نعيش. انا اول من اكتشف رضوى وبدات معاها موضوع الموهبه من ساعه كورونا، كان كله خايف من بعضه، بدانا كل واحد يقعد في بيته قافل عليه بابه، نخاف نسلم على بعض، فهي مش متعوده على ان احنا نبقى منفصلين. بدا يجي لها اكتئاب، تعيط، تقفل على نفسها الاوضه، فاحنا خفنا بقى من ان حالتها تتدهور. وبعد كده رحنا شارع المعز، مشينا في شارع المعز، لقينا بيت السحيمي، دخلنا ولقينا أراجوز ولقينا ظل، قعدنا اتفرجنا واتبسطنا. وبعد كده الولاد اللي هم بتوع التنورة بدأوا يشغلوها ويلبسوها التنورة عشان تضحك. وبعد كده قال لي أنا عايز أقولك حاجة، قلت له نعم. قال لي يا رضوى عندها موهبة، حاولي تنميها. قلت له الدنيا مقفولة دلوقت، فقال لي لا، احنا هنا ممكن تجيبها لنا يوم مش عارف ايه. قلت له طب خلاص. بدأت روحت البيت، قالت لي انا عايزة جيبة. جيبة يا رضوى؟ الجيب كلها انت قصيرة واحنا طوال. قالت لي لا انا عايزة جيبة. خدت الملاية وقعدت تلف بيها، فرحت. حسستني بقى بالذنب اللي أنا مش قادرة أعمل لها حاجة. تعرفت على المدير بتاع قصر الثقافة وقلت له أنا عندي بنت داون سندروم وهي حابة تتعلم تنورة. هي احنا كنا في بيت السحيمي وهو قال لي إن هي عندها كسرة 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 يعني كسرة كسرة الدوخة ولازم تهتم بيها. قال لي طيب خلاص، في حد شغال معانا هنا اسمه كابتن سمير عزب، هو بيعرف يتعامل معاهم كمان. بدأنا أول حفلة ليها في قصر الثقافة، وبعد كده قال لي لا ما شاء الله هيجي منها ومش هترمي فلوسك إن شاء الله، وهتبقى أشهر واحدة على مستوى الجمهورية. لما لعبت تنورة بدأت تعرف اللي هي عايزة تخس عشان رجليها تبقى خفيفة في لفة التنورة، وبدأت تهتم بالأكل بتاعها، بدأت تهتم بشكلها، بدأت تروح صالونات عشان تعمل ليزر كربوني وعشان أيوة بدأت الناس بقت بتتصور معاها، رفعوا من معنوياتها كتير، فخلت عندها شعور بالنجومية وثقة جامدة جدا. كمان جينا جت اللي هي القدرون باختلاف النسخة الرابعة، بدأنا دخلنا رحبوا بينا، وطبعا بنشكر سيادة الرئيس ان هو مهتم بأولاده. هو قال لنا مش همشي الا غير لما اصور معكم كلكم. طبعا من تجربتي الشخصيه مع رضوى دايما احط لها الثقه واطلعها وامسك ايديها واقول لها برافو يا رضوى، رضوى هتتفوق عليا. لازم نهتم طبعا باولادنا، لان هم لو احنا ادينا لهم الثقه هم هيدونا الامان والثقه.